يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا، ويا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الحلوة تلاقينا بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي، للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري، عن باب الحليانين بقلب الجرة منتظرين، شو بتحسن مشتاقين سيروا نخب بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، شتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا بلادنا، يا ناس ما تبلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا. يسعد صباحك فرح. صباحك سلمى. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية يلي انضموا لنا اليوم بصباحنا، غير ساعة من الوقت رح نكون فيها بمواضيع كتير طبعا بتهمكم، والموضوع الأهم هو عودة المدارس وافتتاح المدارس اليوم. رح نكون مع ضيوفنا الاختصاصيين ونضيء كل طبعا ضيف باختصاصه ونحكي عن عودة المدارس إن شاء الله. يا رب أيامكم كلها خير وصحة وعافية، والأهم الصحة من خلال التزامنا بالإجراءات الاحترازية لحتى نحمي حالنا. يسعد صباحك عن جديد فرح. صباحك سلمى، وبدي أقول صباح الخير لكل الأهالي ولكل الطلاب يلي بدوا اليوم العام الدراسي الجديد. نتمنى لكم يكون عام حلو، على عام مليء بالصحة والنجاح، والله يحميكم يا رب. الإجراءات الوقائية مطلوبة وعم بتكون بالمدارس مثل ما رح نشوف اليوم مع ضيوفنا الاختصاصيين. باقي عليكم ديروا بالكم على حالكم، توعوا أولادكم أكثر بالبيت، وأيضا الكتف أو العبء الأكبر رح يكون بالمدرسة وعلى المدرسين والمشرفين الصحيين. فاصل صغير ونبدأ بفقراتنا. اليوم هو أول يوم بالعام الدراسي بكافة الفئات العمرية، أكيد طبعا إجراءات كتير اتخذتها وزارة التربية خلال الأيام الماضية للتحضير من أجل افتتاح المدارس اليوم 13 أيلول بجميع المحافظات السورية، ومنها أيضا تهيئة الكادر التدريسي، تهيئة المدارس والاستعدادات. رح نتعرف أكثر اليوم على الاستعدادات اللي رح تتم مو ليوم واحد فقط وإنما على مدار العام. شو هي؟ أكيد
مع ضيفنا الأستاذ عاطف زيدون مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي في تربية دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. اليوم بلشت المدارس مثل ما قلنا لكافة الفئات العمرية، بين حالة قلق عند الأهل والبعض الآخر يمكن مطمن وعنده ثقة مطلقة أنه ممكن يكون هذا العام هو عام خير ويكونوا أولاده بحماية، خطة وزارة التربية بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وأيضا حماية الطلاب والكادر التدريسي بنفس الوقت. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، وأبنائنا الطلبة على مساحة القطر العربي السوري الحبيب بألف خير، زملائنا الكادر الإداري والتدريسي في وزارة التربية جميعا بخير. طبعا بدأنا العمل باكرا من أجل تجهيز مدارسنا ليكون هذا اليوم يوم فرح بالنسبة لأبنائنا الطلبة والتلاميذ وعودتهم إلى المدارس بعد انقطاع دام حوالي 5 أو 6 أشهر منذ تعليق الدوام في 12/3 العام الفائت. الإجراءات تم تهيئة المدارس، تنظيف المدارس، تعقيمها وتجهيزها، تعقيم الحمامات، تعقيم خزانات المياه، ووضع خطة لإجراء التباعد المكاني ضمن القاعة الصفية بحيث لا يكون هناك اكتظاظ في القاعة الصفية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي بدأت. كيف ممكن نخفف من عدد الطلاب؟ طالبين في المقعد على الأكثر. يعني بقية الطلاب ممكن يكونوا بدوام ثاني؟ نحن عندنا مراحل. المرحلة الأولى استثمار الغرف الإدارية في المدرسة لنقل هؤلاء الطلاب أو الأعداد المتزايدة إليها، وبعد ذلك ننتقل إلى الدوام النصفي. في المرحلة الأولى نستثمر جميع القاعات في المدرسة بما فيها الغرف الإدارية، ويتم تجميل إداريين في غرف أقل، وبعد ذلك إذا لم يفي ذلك بالغرض ننتقل إلى الدوام النصفي. يعني أستاذ آصف، هلأ كنت عم تقلنا قبل ما نبلش حديثنا أنه أنت عملت جولة صباحية سريعة قبل ما تيجي على الاستوديو، خلينا نعرف كيف شفت الملامح الأولى، وخصوصا أنه دايما يعني أول شيء أول ما بنجربه ممكن يكون في أخطاء، ممكن في شيء لساتنا نحن اليوم باليوم الأول بنلحق نشوف شو في عنا نواقص، شو في شغلات ممكن تجد ما لحقنا نشوفها لحتى نبلش نشتغل عليها. الأجواء كانت مبهجة جدا، وأجواء الفرح وخاصة لطلاب المرحلة العمرية الأولى مبتهجين جدا بالعودة إلى المدرسة. في وزارة التربية كما قلت عمدنا إلى أن يكون هذا اليوم يوم فرح في بداية العام الدراسي، يدخل التلميذ إلى صفه إلى مقعده يجد الكتب على مقعده وعليها إما هدية أو بالون أو إلى آخره لكي يشجع هذا الطفل على الاستمرار. وبالنسبة للاستعدادات كيف شفت؟ الاستعدادات رائعة، وكما قلت نحن بدأنا مبكرا في تجهيز مدارسنا وتحضيرها وتعقيمها من أجل الانطلاق العام الدراسي اليوم. نعم. السؤال أنه اليوم لما بيكون في حال وجود أي شكوى من الكادر التدريسي أو حتى الأهالي من سوء يمكن التعقيم، سوء النظافة، أي شيء، وين بدهم يتجهوا؟ وفي حال ظهور عرض على أي طالب للإصابة بهذا الفيروس، شو هي الإجراءات المتبعة؟ نحن في مديرية تربية دمشق وأعتقد في جميع مديريات دمشق تنفيذاً لخطة وزارة التربية كلفنا في كل مدرسة مشرف صحي. مهمة هذا المشرف الصحي متابعة النظافة اليومية في المدرسة، تفقد الحمامات، تفقد مشارب المياه، والتواصل مع دائرة الصحة المدرسية يوميا لإعطاء تقرير مفصل عن هذا الوضع. في حال لا قدر الله وجدت طبعا أيضا متابعة حالات الطلاب، إن وجدت حالة من الطلاب يتم التواصل مع دائرة الصحة المدرسية أو مع المستوصف في المحيط الجغرافي. طبعا نحن دمشق مقسمة إلى قطاعات جغرافية، في كل قطاع جغرافي
مستوصف للصحة المدرسية ويوجد فيه طبيب للصحة المدرسية. هؤلاء المشرفين الصحيين يرتبطون مع مدير المستوصف أو مع الطبيب الموجود في المستوصف، ويتم متابعة هذه الحالات عن طريق مستوصف الصحة المدرسية. نعم. بالطبع. نعم. أكيد عليه الحجر. طبعا طبعا هناك إجراءات احترازية إذا ما كان هناك طالب يعزل، وإذا أكثر إذا ثبت إصابته هناك ضمن البروتوكول إغلاق الشعب الصفية لمدة يومين. يعني هناك إجراءات احترازية لكل حالة متوقع أن نصل إليها، هناك وضع خطة طارئة لهذه الطوارئ. وإن شاء الله ما بنوصل لهي الحالة، إن شاء الله بيكون في نسبة كبيرة من الوعي عند طبعا الأهالي اللي رح يساهموا بدور كبير طبعا بتخطي هاي المخاوف اللي عند العالم. ولكن اليوم الكادر التعليمي عليه جهد كتير كبير، جهد مضاعف، إضافة للعملية التعليمية اللي بدهم يأشرفوا عليها، عندهم عملية تربوية اللي هي أساسية توعوية كيف ممكن يتعامل خلينا نحكي عن الكادر التعليمي لشو خضع خلال هاي الفترة الماضية، وهل رح يكون في حدا بقلب الصف إضافة للأستاذ ولا لا؟ التوعية رح يكون من الأستاذ تبع الصف نفسه. المدرسة كلها تعمل كفريق واحد، من المستخدم إلى الكادر الإداري والتدريسي إلى إدارة المدرسة. هناك متابعة من جميع أفراد الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة لمراقبة جميع حالات الطلاب، والكل معني بمتابعة الحالات الصحية، حالات النظافة، حالات التعقيم يوميا. هناك خطة لتعقيم المدرسة يوميا بعد انتهاء الدوام في كل مدرسة. يقوم المدير مع الكادر الإداري والمستخدمين بتعقيم المدرسة بعد انتهاء الدوام في هذه المدرسة. المجتمع المحلي يلعب دور أساسي وفعال في الوقاية، في الحماية، في تشجيع الأبناء للاهتمام بالنظافة الشخصية، وأن تكون هذه العادة أو هذه الممارسات ثقافة يومية تنتقل مع الطالب أو التلميذ من المنزل إلى المدرسة. وبالتالي هناك تكافل وتكاتف ما بين المجتمع المحلي، جهد المنزل مع الجهد المبذول في المدرسة وبالتالي مديرية. نعم، خلينا نحكي اليوم عن العقبات يلي ممكن واجهتوها أو حتى من المتوقع أنكم تواجهوها، وشو هي الحلول البديلة يلي ممكن تحطوها؟ العقبات اللي كانت موجودة عندنا هي نقص الكوادر التدريسية. الحمد لله رب العالمين في هذا العام تم تعيين الكوادر اللازمة من مسابقة عقود الفئة الأولى بالنسبة لمرحلة الحلقة الثانية والتعليم الثانوي، وتثبيت وكلاء بالنسبة لمرحلة الحلقة الأولى. لا يوجد هناك في هذا العام أي نقص في كوادر مديرية التربية بالنسبة للكوادر التعليمية، والحمد لله. كما قلت أنا كنت في جولة قبل أن أأتي إلى الاستوديو، وكانت الانطلاقة مبشرة جداً لهذا اليوم. يعني نتفائل. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. يعني كمان خلينا نحكي، حضرتك اختصاصي يمكن بالثانوي أكثر من الحلقات التعليمية الأقل سناً، يمكن التوعية بالنسبة للثانوي والإعدادي بتختلف شوي، بنقول إنه الطلاب بيكون عندهم نسبة أوعى وتعاون أكثر. لما رحت هيك بجولة على مدارس الثانوي والإعدادي، كيف شفت الطلاب التزامهم نفسهم إن كان بارتداء الكمامات أو حتى بالتباعد المكاني بينهم كطلبة؟ بنسمع بنقول في توعية أكثر عندهم. هذا الكلام كان مطبق في جميع المدارس التي قمت بزيارتها، وخاصة مدارس الحلقة الأولى. أنا زرت حوالي 4 مدارس حلقة أولى ومدرسة حلقة ثانوية، وكما قلت لك إنه الأجواء كانت مبشرة جدا بانطلاقة العام الدراسي، وإن شاء الله تكتمل هذه المسيرة في الأيام القادمة إن شاء الله. قد يكون هناك بعض الأهالي متخوفين في اليوم الأول من إرسال أبنائهم إلى المدرسة. أنا أشجع هؤلاء الأهالي وأطلب منهم أن يحذوا حذو باقي الأسر التي أرسلت أبنائها إلى المدرسة لينطلق العام الدراسي.
نعم، كثير من الأسئلة كانت أنه بعض الأهالي رح يمتنعوا عن أنه يرسلوا أولادهم للمدارس، والبعض الآخر كان متشجع. اليوم كيف ممكن التعامل مع الأهالي يمكن يلي ما خلوا أولادهم يروحوا على المدرسة نتيجة ظروف ونتيجة مخاوف معينة؟ كثير من الإشاعات طلعت أنه رح يكون في عقوبات قاسية، هل هذا الشيء صح وكيف ممكن نتعامل معه؟ هلا عقوبات قاسية لا، في تشجيع للأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس. طبعا الخوف بالبداية مشروع ولكن غير مبرر، والإجراءات الاحترازية والبروتوكول المطبق في وزارة التربية كفيل بضمان الضمان استمرارية الدوام وفق أقل المشكلات إن قدر لنا أن يتابع العام الدراسي ده. أكيد، يعني تساؤلات كتير حكينا فيها مع حضرتك أستاذ آصف، نحن عم نحاول ننقل كل الاستفسارات اللي توردنا أكيد من الأهالي، من الناس بتخطر على بالهم حول كيفية التعامل، لحتى كمان يكون في دور رسالة اليوم عم نقدمها للناس إنه هي تشجيعية وهي بنفس الوقت تحكي عن الواقع اللي موجود. كتير من دول العالم تعاملت مع هذا الموضوع وأعادت المدارس لحتى ما توقف طبعا الرحلة التعليمية، لأنه هذا الشيء بيروح بضرر أكبر فيما بعد. اليوم شو الشيء اللي بتحب مثلا توجهه أنت للأهالي باعتبارك أكيد مدرس وتربوي قبل ما نقول أنه حضرتك مسؤول بمديرية التربية؟ أنا مثل ما حكيت أنه بطلب من جميع الأهالي أنه ما يخافوا أنه يكون إرسال أبنائهم، لأنه الأبناء هدول هم مستقبل الوطن، فالذخيرة العلمية للطالب ستتراجع، سيفقد الطالب من معلوماته خلال انقطاعه عن المدرسة، وبالتالي سنخسر الكثير، وهؤلاء كما قلت هم ثروة الوطن. لذلك أنا انطلاقا من نفسي اليوم صباحا أرسلت أبنائي إلى المدرسة وأطلب من جميع. شو أعمارهم؟ مرحلة ثانوية. مرحلة ثانوية. أطلب من جميع الأهالي أن يحذوا هذا الحذو، يجب أن نتعايش مع الحالة ونتعامل معها بكثير من الوعي، بكثير من المسؤولية، أيضا العادات الصحية المطبقة في المنزل. طبعا كلنا نعرف هي العادات الصحية من نظافة شخصية وعدم استخدام المقتنيات الشخصية للآخرين، ننتقل بها من تطبيقها في المنزل إلى تطبيقها في المدرسة، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون عاما خيرا ومبشرا بإذن الله. إن شاء الله. بدنا نشكرك كثير أستاذ، وبدنا نوجه تحيتنا لكل الكادر يلي عم يعمل ليل نهار لحتى استكمال العملية التدريسية ولحتى نبدأ العام الجديد بهمة عالية بعيدا عن الخوف والقلق. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ آصف ولوجودك معنا. شكرا. أكيد. أما هلأ سلمافة رح ننتقل لزميلتنا زينب مخلوف ونشوف كمان كيف كان بدء العام الدراسي. صباح الخير سلمى وفرح، صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم الأول لعودة المدارس في سوريا بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا. يعني نحن خلال برنامجنا الصباحي صبايا حكينا كثير عن الاستعدادات وأهمية استمرار العملية التعليمية. اليوم نزلنا على الأرض، على أرض الواقع، لنشوف شو هي التجهيزات، كيف تحضيرات طلاب المدارس والكادر التدريسي بأحد المدارس. أولا رح نشوف طبعا هيك عبر الكاميرا مع إيهاب كيف الطلاب يعني لابسين الكمامات ومحضرين حالهم لأول يوم من المدرسة. وأكيد رح نحكي مع المشرفة الصحية اللي طبعا دورها هو دور توعوي للطلاب بسبب طبعا الإجراءات الوقائية، أهمية ارتداء الكمامة والمعقم، استخدام الأدوات الشخصية. مرحبا، يسعد صباحك. صباح النور، يا أهلا وسهلا، شرفتوا. يعني الأول شيء المشرفة الصحية دائما دورها توعوي مثل ما قلنا، احكي لنا أول شيء اليوم عن دورك خاصة بهالحالة الاستثنائية لطلاب المدارس.
أنا بالأصل أعمل مرشدة نفسية وتطوعت للإرشاد الصحي، وسنعمل على توعية طلابنا بالمحافظة على صحتهم وصحة زملائهم وصحة المعلمين جميعهم. طبعا الإرشادات الصحية سوف تتوجه إليهم بوضع الكمامة إذا وجدت، وعدم خلعها كل دقائق، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد، تباعد الاجتماعي بالصف، وعدم لمس الأشياء الكثيرة بالأدوات المدرسة. هلا في أعمار صغيرة، كيف ممكن نوصل لها هي الرسالة التوعوية؟ الأعمار الصغيرة طبعا بجهود المعلمة والمرشد الصحي سوف نتعاون جميعا على مساعدتهم إلى تخطي هذه المرحلة وتعليمهم منذ الصغر محافظة على النظافة الصحية من غسل اليدين، وهذا أكيد ينعكس من قبل أهاليهم بالبيت، وسوف نتابع نحن الإرشادات الصحية بالصف ومساعدتهم على غسل اليدين، على تعقيم يديهم بالمعقم إذا وجدت الكمامة أن يحافظ عليها وأن لا يلمس الأشياء بشكل عشوائي، هكذا يعني سوف نساعدهم في ذلك. يعطيكم العافية، إن شاء الله بتمر هالمرحلة على خير وسلامة، والسلامة لكل طلابنا. الله، شكرا شكرا. أكيد مشاهدينا يعني المدارس، طبعا خلينا ننوه إنه كان في حملات للتعقيم، لتعقيم المقاعد الصفوف. نحن كمان بدنا نحكي مع مديرة المدرسة حتى نشوف كيف رح تكون الأشياء الإدارية. طبعا هلا هي عم تعطي الإعازات باليوم الأول بباحث الصف لحتى فعلا يكون إنه جو المدرسة طبيعي وصحي للأطفال. يسعد صباحك. وصباحك. يسعد صباحك. بدنا بس نسألك سؤال، هلا اليوم كل الأهالي عم يتساءلوا إنه كيف رح يكون التنظيم المدرسي بهالحالة الاستثنائية اليوم حتى تمرق على خير وسلام. إن شاء الله نحن زبطنا الأمور، حطينا الأعداد والمعلمات موجودين. بالصف كم حدا؟ لقلك الأعداد عنا بالصف طالب بكل مقعد، بسبب إنه الأعداد قليلة حالياً، لكن في ترتيبات تانية لما بتصير الأعداد كتيرة قالوا احتمال يصير دوامين صباحي ومسائي، أو جماعة بالصبح جماعة بعد الظهر، فنحن بحسب الترتيبات والتعليمات. إذا بقي عددنا هو فكله طالب مقعد بالمقعد، طالب ورا طالب ورا طالب، بس واحد. بالنسبة للمغاسل الصابون موجودين كلهم، علقنا صابون وتعقمت المغاسل، ونبهنا نحن بأثناء التعليمات أنه أي طالب يطلع من الحمام لازم يغسل إيديه ويعقمهم مزبوط ويفوت على الصف. اليوم الأول أنت كيف شايفتي؟ يعني لا في أهالي تخوفوا يبعثوا أولادهم. إقبال. إقبال. يعني إقبال منيح، يعني عدد طلابنا نحن كـ400 أو 500 طالب، أنا جاي أكثر من النص. لا أنا شايفة في إقبال والحمد لله. يعني الناس بتتشجع بعد ما تشوف هي يمكن الإجراءات. حبينا اليوم عرض الواقع، نحن حكينا كثير مع ضيوف من التربية ويعني عن أهمية استمرار العملية التعليمية. اليوم ضمن هي الإجراءات نزلنا عرض الواقع لحتى نشوفها. أهم يمكن الإرشادات الإدارية اللي أنت ممكن تنوهي عنها بهي الحالة كمان حتى تمر هيك على خير وسلام. والله الإرشادات هي أولا التعقيم وحفاظ على في تعقيم بالمدارس بشكل نعم، عندنا بخاخه كبيره وعقمنا المدارس على مدار كل يوم، الصبح بنعقمها والبعض الظهر بس نطلع كمان بنعقمها. عندنا كمان التعقيم بالنسبه للطالب انه معاه التاتش بيعقم ايديه، عندنا الكمامه اللي ضروري جدا جدا يكون الطالب حاططها على تمه، وطبعا سمعتي تنبيهات انه ممنوع انه يتبادلها او يشوف موديلها او مشاكل، لانه هي بالنهايه حفاظا على صحته وصحه اهله وصحه الغير كمان. لكم يعني فعلا هيك عودة للمدارس وعملية تعليمية بهالسنة تكون آمنة، وشكرا لكم وإن شاء الله هيك السلامة لكل طلابنا ولكم. إن شاء الله ألف مبروك حبيبة قلبي، وكل عام وأنت بخير، والسلامة كمان إن شاء الله لكم، ومشكورين وطول بعمركم. يعني صبايا مثل ما شفنا اليوم الأول بعودة المدارس بسوريا بمختلف المدارس، أخذنا نموذج صغير اليوم، هي عودة جيدة، الطلاب لابسين الكمامات، أهاليهم مرافقينهم حتى يطمنوا عنهم، الكادر التدريسي طبعا هو العيلة الثانية واللي أكيد يمكن رح يكون في إرشادات صحية إضافة لإرشادات إدارية حتى تمر هي العملية بخير وسلام.
والسلامة. نحن بنتمنى طبعا الصحة والسلامة لكل طلابنا والنجاح بهالموسم الدراسي مثل ما عودونا هن أدى وقدود. أنا بدي أرجع لكم صبايا سلمى وفرح. أكيد بدنا نقول لك شكرا لك زينب، وشكرا لكل الكادر التدريسي، لكل الأهالي اللي عندهم ثقة بإجراءات الوقائية اللي اتخذتها وزارة التربية، ومثل ما قلنا بنتمنى الصحة والسلامة لكل الكادر التدريسي وعلى كل الطلاب والأهالي كمان. هلا أكيد أسلمه. أكيد فرح، يعني شفنا مع زينب مشاهد من بدأ العام الدراسي اليوم، إن شاء الله يا رب بتضل هي الإجراءات بنفس أي الصرامة بنفس الطريقة على بقية العام الدراسي. واليوم مثل ما قلنا كل ضيوفنا الاختصاصيين رح نحكي بجانب معاهم بما يخص فيروس كورونا والتوعية. أكيد خلال هذا الفترة أو الفصل من العام بيصير الانقلاب الخريفي الشتوي، واللي بيصير فيه وبينشط الفيروسات اللي بتخص طبعا الجريب والرشح. كثير من الأهالي ممكن هلا يصير معهم اختلاط بين التفريق بين فيروس كورونا وأعراضه والرشح والجريب. رح نتعرف أكثر مع الدكتور اليوم كيف بيقدروا يميزوا وكيف بيقدروا يحموا طبعا أبنائهم مع دكتورنا دكتور علي رستم اختصاصي بالإنتانية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور. يعني مثل ما حكينا اليوم بتبدل درجات الحرارة وعم ننتقل لفصل الخريف فصل جديد، قد ايه بتشوف انه الإنسان او الجو هو بيسبب الأمراض الإنتانية بدون ما حتى ننتبه لفيروس كورونا او حتى يكون موجود؟ هلا الفيروسات بطبيعتها او العوامل الممرضه بتتبع الفصليه، وخاصه الفيروسات اللي بيتبع الفصليه هو الانفلونزا، بينما الكورونا او السارس كوف 2 اللي هو هلا الفيروس كورونا المستجد بالحقيقه ما بيتبع الفصليه، ممكن نشوفه بعده فصول بعده بيئات، وهذا الشيء بيعمل مشكله، وخاصه هلا في عندنا فصل راح ينتشر فيه الانفلونزا، وهذا الفصل بحد ذاته هو ممكن يكون كمان في موجه اخرى من الكورونا المستجد. التمييز ما مهم، مو وظيفتنا نميز بقدر ما نحن نعتبر أي عرض تنفسي هو كورونا حتى يثبت العكس. ليش؟ لحتى نقدر نعزل المصاب ونمنعه يعدي البقية. نعم. بإحدى الدراسات اللي صارت بأمريكا لما صار في تباعد اجتماعي ضمن المدارس أو ضمن الحلقات التعليمية صار انخفضت نسبة الإصابة بالإنفلونزا لا اقل من 1 بالمئة ألف. هي احدى الدراسات طبعا، عفوا مش بامريكا، كانت بدول اسيويه. الفكره انه نحن التباعد الاجتماعي رح يخفف من الكورونا المستجد اضافه الى الانفلونزا. بيميز بشكل اخر عن بين كورونا المستجد والانفلونزا انه الانفلونزا هو يميل لاصابه الجهاز التنفسي العلوي، يعني بيصيب الانف والبلعوم بشكل اكثر من الكورونا المستجد. كورونا المستجد له ميل لاصابه الطرق التنفسيه السفليه، يعني بيعمل لي سعال وضيق نفس اكثر. طبعا ما فيني اعتمد على هاي الملاحظه لانه ممكن اثنين يبلشوا بحمى وتكون حمى منخفضه الدرجه اقل من 38 حتى. لذلك التمييز ما هو مهم بقدر ما اعتبر اي عرض تنفسي، حراره، الام عضليه، تعب ووهان، غثيان، اعراض بطنيه او هضميه، كلها رح احطها بسياق انه هي ممكن تكون كورونا، اعزل المريض مشان امنعه من العدوى. نعم، يعني دكتور اللي بنشوفه بالاوقات العاديه انه الاشخاص ممكن وقت ينصابوا بالانفلونزا ترتفع درجات الحراره ويحسوا بالوهن العام، ولهيك صار في هي حاله الاختلاط بين الفيروس كورونا وايضا بين الانفلونزا. ولكن خلينا نحكي اكثر اليوم، حضرتك باعتبار اختصاص انتانيه، احد المؤشرات اللي كثير اعتمدوا عليها الناس حاليا تحليل الدم، وهي ارتفاع نسبة الكريات البيضاء بالدم، وهي دليل انه في شيء عم بيهاجمه الجسم، عم يعمل مناعة له. هل هذا الشيء كمان بيكون بالانفلونزا؟ اذا شخص عمل تحليل لكريات الدم البيضاء ممكن يشوف ارتفاع بنسبتها ولا لا؟ ممكن نلاقيها بكورونا اكثر. الحقيقة بالكورونا المستجد بنشوف نحن اذا بنعمل تعداد كريات بيض بنشوفها منخفضة، وخاصة على حساب اللمفاويات. هذا شيء مميز بالانفلونزا، لكن هل انا بدي اعتمد على هي التحاليل؟ قديش هي اجراء التحاليل لكل هدول الناس اللي عم يعانوا من نفس هي الاعراض، قديش هو مفيد بقدر التكلفه؟ يعني قديش انا بدي اتكلف لحتى يفيدني باخذ قرارات؟ لا، بكل بساطه انا فيني اعتمد انه اي عرض تنفسي ممكن انا اعزل المريض
ومنعه من انه يعدي البقيه، لانه شيء من مصطلح بنسميه كوست افكتيفنس، يعني انه قديش انا عم ادفع لحتى اعمل هذا التحليل وقديش عم تجيني فائده باخذ قرارات علاجيه. الحقيقه ما كثير هي الفائده، لانه التحليل ما نوعي تمام، وبالتالي ما بيعطيني قرار صحيح. لذلك خلينا نعتمد على شغله، انه نحن اي عرض تنفسي او عرض حموي صار عند الطفل او صار عند المريض لازم نحطه نحن بدائره الكورونا، وقد يطلع مو كورونا بس نحن مشان الوقايه طبعا، لانه اهم شيء وسيله هلا حاليا الوقايه، لانه ما عندنا علاج. الشيء الثاني يعني هلا مثلا اذا بنحكي انه الانفلونزا بتعمل سيلان انف مثلا نسبه كبيره اكثر من الكورونا المستجد، الكورونا المستجد نسبه احداثه للسيلان الانف مثلا او اعراض تنفسيه العلويه اقل من 10%. بعض الشغلات ممكن تميز، لكن ما فينا ناخذ قرار حاسم باي لحظه، لانه في نسبه خطا، ونسبه خطا غير مقبوله لما انا ما بقدر ميز بين الانفلونزا والكورونا، لانه اذا ما قدرت ميز وكان قراري مش صحيح هذا شو راح ياثر انه تزداد نسبه العدوى. اكيد دكتور، اليوم عم نحكي عن العام الدراسي الجديد، ومثل ما حكينا سلمى طبعا بالمقدمه، بعض الاهالي عندهم تخوف وهذا حقهم، اكيد نحن ما بنلومهم. اليوم بتشوف انه هي الاجراءات المتبعه سواء من تخفيف عدد الطلاب بالمدارس ووجود مشرف صحي وكل الاجراءات المتبعه هي فعلا ممكن تكون ضمان او حمايه بنسبه كبيره لاصابه الاطفال بفيروس كورونا وحتى اصابه اهاليهم من بعدهم؟ هلا بالمدارس مثل ما حكى الاستاذ آصف في عده امور ممكن تشجع الاهل، والاهل هن ممكن يكونوا تكمله للاجراءات اللي هي بالمدرسه. نحن مثل ما بنعرف انه 50% من المعلمين و50% من الاهالي تقريبا هن الناس عندهم عوامل خطوره لشده الاصابه بكورونا المستجد، كان عندهم امراض مزمنه، عندهم امراض قلبيه وعائيه، عندهم ارتفاع توتر شرياني او سكري، هدول رح يتعرضوا بشكل كبير. لذلك نحن كمان لازم نلفت النظر الى انه الخوف ليس على الاطفال، لانه الاصابات عند الاطفال تكون خفيفه جدا، نادرا ما تكون شديده او توصل الى مرحله اصابه شديده. الفكره انه المعلمين والاهالي لازم يوقوا حالهم، لانه الاطفال عم يلعب دور ناقل. طيب كيف راح يكون الاهل مطمئنين انه يبعثوا الاولاد للمدرسه؟ طبعا من خلال الاجراءات المتخذه، رقم واحد اللي هي انه اي طفل او اي كادر من الكوادر المدرسي ان كان معلمين او اداريين او اي حدا بده يدخل على المدرسه اذا كان عنده اعراض لازم ما يروح على المدرسه. وهذا الشيء بيتطلب من وزاره التربيه دعم نظام الاجازات، يعني لازم يكون في تعديل لقانون الاجازات بفتره هي السنه لحتى ما يكون في مشكله بانه حدا ما يبادر انه يتغيب عن المدرسه، يعني معناتها اذا عنده اعراض يخاف انه والله انا بجوز هلا يصير معي مشكله انه ما عندي اجازات، او ممكن نظام الاجازات ما يمنعه من انه يضل بالبيت اذا صار عنده اعراض. نفس الشيء التغيب بالطلاب، لازم يكون في شيء قانون جديد هلا حاليا او في توجيه معين انه الاطفال اللي عندهم اعراض لازم يكون لهم معامله خاصه، لانه مو شرط يكون، يعني انا طفلي عنده اعراض شو بيعرفني انه هذا كورونا ولا انفلونزا ولا اي فيروس اخر؟ لذلك اي طفل عنده اعراض شو ما كانت هاي الاعراض لازم يضل بالبيت، هي شغله كثير مهمه، لانه انا هون بقطع سلسله العدوى. الشيء الثاني مثل ما سمعت الاستاذ آصف عم يحكوا عن التباعد المكاني، وهذا الشغله مهمه انه نحن نعرف انه المدارس اعدادها كثير كبيره طلاب فيها، يمكن اوقات بكل صف عم توصل الاعداد ل 50 طالب، ممكن ما عندهم قدره بس كانه في توزيع بالاماكن والغرف الاداريه. الشيء المهم الغاء الاجتماعات الصباحيه، خلينا نحكي النشاطات الرياضيه اللي بتتضمن حشود او القرب، هي لازم يكون كمان فيها توجيه بهذا الموضوع، اضافه الى انه تشجيع الاطفال على وتعليمهم على غسيل اليدين بشكل صحيح وتوفير الماء والصابون ومواد النظافه، طريقه التعامل مع النفايات، واتوقع انه المدارس عم تشتغل بهذا الشيء. تعقيم الاسطح، طبعا تعقيم الاسطح المقصود فيها الاسطح اللي هي من المحتمل لمسها، مو روح اعقم الكريدور مثلا او اعقم الدرج، ما بيصير، لا انا بعقم الدرج، زون تبع الدرج مثلا، مسكه الباب، المقاعد، الاماكن اللي ممكن عم يلمسها الطفل
او الطالب بالمدرسه، وهي شغله كثير مهمه عشان ما استهلك مواد وما اعمل عبء كبير على الناس المهتمين بالموضوع، لانه بالنهايه اذا انا كنت طلبات كبيره عم اطلب من الشخص عم ينوط بالمهمه ممكن ما يؤديها بشكل صحيح لبعد فتره بده يفقد المطاوعه على اداء. اضافه الى بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون بعض المناهج الجديده، يعني ما قصدي المناهج، اذا فينا نقول دروس توعية جديده توعيه صحيه، يمكن نحن بحاجه لتفعيلها اكثر، درس العلوم مثلا يحكي عن الفيروسات وحتى الارشاد اللي بيحمل عبء كبير كثير اليوم بالمدارس بالتوعيه كمان لازم تكون. الارشاد بيلعب دور كثير مهم، مثلا اذا بدي احكي انا مثلا دروس التاريخ مثلا، خلينا نحكي عن تاريخ الاوبئه وشو اضراره، خليني افهم الطفل مثلا هيك شيء، او حتى مثلا اعمل له تحليل سلوكيات، مثلا يجي معلم عم يلعب دور انه هو مصاب بالحمى والزكام ويروح يسعل بايده مثلا، نطلب من الطفل انه شو الخطا اللي ارتكبه هذا المعلم مثلا، انه ما سعل، ما عمل اتكيت السعال اللي هو يا اما يسعل ضمن الكوع المسني او منديل ورقي، هاي الامور بتخلي الطفل شوي شوي او حتى طبعا هاي الطلاب انه هاي الامور يتمثلوها وياخذوها على محمل الجد. نعم، كمان دكتور يعني بعض الاسئله الشائعه اللي كانت خلال الفتره الماضيه هي بما يخص الادويه، كثير من العالم هلا بتخاف انه مع حاله الانفلونزا انه انا لا ما راح اخذ اذا عندي اعراض، مثل ما كنا نعمل بالجريب انه ناخذ بس مثلا مسكن سيتامول، ناخذ نشرب شيء حامض او شيء، لا عم ياخذوا فورا ادويه التهاب اللي هي البروتوكول العلاجي للكورونا، هل صحيح يتم التعامل مع اي حاله انتانيه ان كانت انفلونزا او غيرها بانه نفس البروتوكول الدوائي ياخذ فورا دواء التهاب الشخص؟ بصراحه هلا هذا الشيء البروتوكول الدوائي صار منتشر بين الناس، واي حدا بيحس باعراض راح ياخذ فيتامين سي وفيتامين دال وزنك وازيترومايسين، كلهم هذا صار معروف للجميع. بصراحه انا ما بشجع هذا الشيء، وحتى عم ياخذوا اسيلتي مافير او تاميفلو، هذا الشيء غلط، لانه لما انا باخذ ازيترومايسين باي عرض هذا الشيء عم يخليني يصير في انتخاب لسلالات مقاومه لهذا الدواء عم افقده على المدى القريب بسبب تكون جراثيم او تشكل جراثيم مقاومه على هذا الدواء، او حتى بالنسبه للتاميفلو اللي هو ما له دور ابدا بالكورونا لانه فعاليته فقط على الانفلونزا، لذلك الموضوع يجب انه وخاصه هي الادويه ما حققت فعاليه كثير كبيره بتقصير مده المرض او نقصت نسبه الوفيات، لذلك ما في كثير فائده من اخذها. الموضوع اللي ممكن نضيفه بهذا الخصوص انه هاي الشيء لازم يكون وقايه من قبل الاصابه، لانه متى ما صارت الاصابه هاي الادويه ما راح تقدر تخفف بشكل كبير من الاعراض او تقصر مده المرض او تقلل الوفيات. اكيد يمكن المناعه لازم تكون على مراحل وبشكل تراكمي لحتى طبعاً نوصل نحن لهي المناعه المطلوبه. هلا في مثل بيقول العليقه عند الغاره ما بينفع. تمام. يعني دكتور بدي اقول لك شكرا كثير على وجودك معنا، على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب نقدر نجتاز هي المرحله بعيدا عن الخطوره ويكون العام الدراسي فعلا عام باقل ضرر ممكن. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور علي رستم اختصاصي انتانية على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتها. اهلا وسهلا. اكيد سلمى رح نبقى بنفس الموضوع وعم نقول بلش العام الدراسي مو بس بمحافظه دمشق، بجميع المحافظات رح نروح على درعا ونشوف كيف كانت الاجراءات الوقائيه وحملات التعقيم للمدارس بالتقرير التالي. تستعد مديرية التربية بدرعا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال التلاميذ، من تجهيز القاعات الصفية والكتب المدرسية والأخذ بالأولوية النظافة العامة للمدارس ومراقبة الوضع الصحي للطلبة من خلال تعيين عدد من المثقفين الصحيين في المدارس. أجرت مديرية التربية وأنجزت كافة الأعمال المتعلقة بتوزيع الطلاب واستيعابهم ضمن التعليم العام والتعليم المهني، أيضا هناك ضمن الظروف الصحية التي تمر فيها البلاد أجرت مديرية التربية أو أنجزت أعمالها بما يخص من تنظيف المدارس، تنظيف المدارس، أيضا توزيع المعقمات وتعقيم القاعات الصفية على كافة أرجاء المحافظة بالتعاون مع الوحدات الإدارية خارج مركز المدينة، كما تم توزيع المعقمات من كحول ومادة التاتش وتوزيع كمامات على كافة المدارس. كنا كخلية عمل
كخلية نحل عمل واحدة نعمل نحن وجميع الطاقم الإداري والتدريسي والخدمي، حيث قمنا بشطف المدرسة وتنظيفها، البناء وبناء الملحق، وتجهيز كافة الدورات، وتركيب الحنفيات التالف منها، والاستعداد التامل بالنسبة لدورات المياه والنظافة الصحية. أهم شيء أكدت على النظافة الصحية بالمدرسة. صفوف كلها تهوية مع مراوح ونظافة بالمدرسة كاملة، وفي المدرسة معه شهادة صحية. المواد اللي موجودة فيها متوافرة، أني طبعا تواصلت معه، والمواد كلها ضمن المدة والصلاحية. تم إعطاء تعليمات للكادر الإداري لاستقبال الطلاب وإجراءات السلامة لاستقبالهم للوقاية من جائحة كورونا من حيث التباعد المكاني. استعداد واستنفار للكادر الإداري والتدريسي في مختلف مدارس المدينة للتحضيرات واستقبال ملفات التلاميذ الثبوتية وتسجيلهم حسب شروط معينة وتحديد العدد ضمن كل شعبة صفية للحفاظ على صحة التلاميذ. تدابير هدفها تشجيع الأهالي لإرسال أبنائهم للمدرسة، وآمال بأن يشهد العام الدراسي الجديد إقبالاً واسعاً. للإخبارية السورية مرح المقداد. ما هلا فرح رح نروح كمان ونحكي بنفس محور طبعا عودة المدارس، ولكن بالشق الاجتماعي والنفسي. يعني مثل ما شفنا خلال هي الفترة، كثير من الأهالي طبعا كانوا موجودين مع أولادهم بالبيت، فترة انقطاع طويلة للطلاب عن المدارس، هذا الشيء أدى لحالة من نسيان يمكن الجو الدراسي. كيف رح يكون في إعادة تهيئة للطلاب وأيضا كمان الكادر التعليمي؟ خلينا نروح نشوف المادة وبعدها نحكي مع ضيفتنا بتفاصيل أكثر. بعد قضاء فترة صيفية طويلة نوعاً ما للطلاب وضمن ظروف انتشار فيروس كورونا، بينتقل الأهالي لفترة صعبة وهي تهيئة أطفالهم للعودة للمدرسة وعيش تفاصيل الدراسة والتحصيل العلمي. هي الفترة الطويلة اللي أمضاها الطلاب بعيداً عن المدرسة ربما شكلت عند البعض جو من الاستمتاع بوقت الفراغ وتمضية الوقت بلا هدف، لمجرد التسلية فقط بأنشطة هن بفضلوها وغير مجبرين على الالتزام فيها. ولكن مع بداية العام الدراسي وضمن الظروف فيروس كورونا، بيبرز دور الأهل كنقطة انطلاق بالعام الدراسي بتهيئة الأبناء نفسياً للدراسة، وبنفس الوقت رفع مستوى الوعي عندهم بحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا، ليأتي بعد ذلك دور الكادر التدريسي والتعليمي. فما هي أبرز الخطوات لتهيئة الطلاب للمدرسة؟ وما هي العقبات التي سيواجهها كل من الطالب والأهل والمدرسين كل على حدة؟ هي الأسئلة وأكثر رح تكون موضوع نقاشنا مع ضيفتنا لليوم رندا علي ديب، أخصائية اجتماعية. أكيد سلمى، بدنا نقول صباح الخير لدكتورتنا دكتورة رندا علي دي، بدنا نقول لك سعد صباحك الأخصائية الاجتماعية، وبدنا كتير اليوم ناخذ معلومات، ناخذ تشجيع على بداية العام الدراسي الجديد. اليوم الأهالي عندهم ثقة وبعت أولادهم على المدرسة، لكن الأولاد بدنا نعرف عندهم قابلية أنه يرجعوا على العام الدراسي بنفس الهمة مع هي التأجيلات الكتيرة، يعني كثرة التأجيلات، فكيف رح تكون همة الطلاب؟ هلا اولا انا اكثر الاسئله اللي عم بسمعها باخر فتره او اكثر المشاكل اللي عم الشكاوي اللي عم تجي انه انا ابني رجع يخاف، ابني رجع يخجل، ابني رجع يحب اكثر قعده البيت من الطلعه. خلص تعودوا. ايه تماما، ابني اكثر ما عاد يقدر مثلا يتحمل مسؤوليه يقعد دقيقه مثلا ليلون. فهي كلها هي الإجراءات أو كل هاي التفاصيل الحياتية اللي تغيرت على مدى 7 شهور هي أساساً من كلمة رجعت هو صار عنده مثل نكوس لحتى يرجع لخطوة لورا، فأنا برجع بقول لهم ارجعوا خطوة لورا معه وبلشوا من أول وجديد. بتقول إنه أي أنا لسه بدي أرجع أفصله عني من أول وجديد وبدي أرجع يبكي
يبكي ويرجع يطلع هالاعراض وممكن تطلع حرارته وانا خاف وما اعرف هي الحراره اللي هو نفسيه ولا اللي هي كورونا او هي كورونا وانا بخاف على حالي وممكن ينقل لي المرض. فهي هاي المخاوف كلها اللي عند الام وهي اكيد الحق معها فيها بشكل تلقائي عم تنتقل للطفل، بصير عنده مثل خوف او مثل قلق هو غير مبرر بالنسبه له، لانه هو اساسا ما عنده هالوعي الكافي ليعرف تفاصيل هالمرض. هو بالنسبه له شيء بخوف وشيء مجرد ما له محسوس او ما له شايفه بشيء منطقي، لهيك فهو عم بينتقل له هذا الخوف وهذا القلق، بيربطه بيصير عنده بيربطه بقى بالطلعة من البيت، بيربطه انه اذا بعد عن امه، بيربطه انه اذا قعد بين مجموعة او سواء كان في تباعد اجتماعي ولا لا، هو انتقل له الخوف انه ما تقعد. فنحن كثير مهم نعرف كيف نوعي اطفالنا، وانا بقول لهم دائما انتم بتتفاجئوا بالطفل انه عنده وعي اكثر منا وبيخاف، خصوصي لما وصلتي له فكرة إنه كيف يحمي حاله والمحيط، هو حيحمل كتير المسؤولية أكثر جد أكثر منا لسبب كتير بسيط. نحن منقول بالتعليم إنه إذا بدك تتعلم شيء صح رجع تعلمه من أول مرة، لا ترجع على معلومة سابقة أو تبني عليها. فنحن دائما ممكن نكون ما عندنا ثقافة إنه نعقم إيدينا دائما مثلا، هلا عم نتعلمها جديد عن شيء ما كان عندنا، اما الطفل هلا عم بيتعلمها فهي حتضل معه كاسلوب حياته، هو نحن هذا اللي عم نسعى له تماما. نعم، يعني رندا كثير حكينا عن انه الاهل هن الاساس بكل شيء، ولكن يعني خلال هاي الفتره حتى بنشوف بما انه طولت فتره القعده بالبيت كل شيء اختلف خلال هاي الفتره، في ناس لسه عندها الموضوع انه خلص حاج صرنا شهور عم نلبس كمامه وعم نعمل ونساوي، وفي ناس لا صار فعلا عندها نمط حياه. الجزء الاول من هاي النوعية من الأهل هذا الشيء عم ينتقل لأبنائه، كيف فينا اليوم نقدر نرجع مرة تانية نعمل توعية للأهل حتى يوصلوا هاي المعلومة لأولادهم؟ هذا سبب كتير أساسي، لأنه نحن نرجع نبعتهم على المدرسة ونرجع نبعتهم على روضاتهم، لأن دائما الطفل بيتعلم من أقرانه وبيتعلم. دائما بتحسي لما بيكون عندك طفل بتقولك لا المس ما هيك علمتني، فهو شو ما حكت أحكوا بالبيت هو حيكون قدوته بالبيت المشرفة أو المدرسة اللي عنده، خاصة إذا كان بيحبها ومتعلق تماما فيها. فهي نقطة كتير مهمة لما يكون هذا النموذج اللي هو المدرس هو عم بتقيد بهي الإجراءات كاملة بطريقة لطيفة بدون هاي الشعور بالرعب انه لا غسل لا كذا، بدون هذا التوتر نقول له هاي الخبرة ونقول له هاي الثقافة بطريقة كتير مدروسة ولطيفة حتكون عنده كتير محببة. وبالعكس نحن كتير احيانا سلوكيات بالبيت منغيرها من الطفل، هو بيرجع بيفرض طريقة أكل معينة، بيفرض طريقة هدوء معين. طبعا نحن عم نحكي في تفاوت دائما في فروق فردية بين الأطفال، وحتى بالكادر التدريسي في فروق فردية وحتى بالأسر، ولكن نحن بنحكي على الجانب الأكبر والشريحة الأكبر اللي عم نشوفه ونتعامل معه. فدائما أنا بقول لهم وخصوصا وبتلاقي هدول أكثر هاي الفئة أكثر اللي معارضين يبعتون على المدرسة تماما. فنحن دائما بنقول إنه خذوا الإجراءات، كونوا مرتاحين، هذا نمط حياة، هذا ما له الكورونا هي ما له ضيف غير مرحب فيه، هو صار قائم يعني تأقلم لازمنا بدنا نتأقلم معه، أكيد ما له مرحب فيه، ولكن نحن إذا عرفنا ناخذ شوية إجراءات بسيطة بطريقة كتير سلسة برجع بأكد ما نربط شعورنا بالقلق بالتصرف او بالاجراء الوقائي اللي عم نعمله لحتى نبعد تماما هذا الخوف والرعب، لحتى ما نتحول لقلق مرضي وما نتحول لهذا اللي هلا عم نشوفه غالبا بالامهات، تلاقي كل ايديهم من الكلور من المعقمات مجروحه، وهي انه ما يكون هذا وسواس قهري عندكم بهذا الموضوع. خلينا نتعامل مع الموضوع باريحيه، لا خليه على الله واكيد كل شيء على الله، ولا ناخذ هاي التوتر انه لا نحن بدنا 24 ساعة متنبهين وتعبانين وناقلين هذا الشعور. الطفل أكثر شخص ممكن ينقل تعابير وش الأم وقت تكون قلقانة، أو الشخص اللي بيحبه سواء كان بالمدرسة أو
ممكن خال عم خالة، فهدول كلهم الأشخاص اللي هن المسؤولين عن رعايته كتير قادرين ينقلوا له هذا الشعور وهذا التعبير، فخلينا نقدمه بأريحية ليكون سلوك حياة معنا لسه ما بتعرفي ما بنعرف لإمتى عن جد. أكيد رندا، بالختام بدنا نصائح أخيرة خاصة للأمهات والأهالي، كيف ممكن يتعاملوا مع أولادهم لما بيبلش العام وبدي العام الدراسي، وخاصة أنه الأولاد مثل ما حكينا تعودوا أنه يلعبوا برا بالشارع، وتعودوا يمكن حتى على النوم إمتى ما بدهم ويفيقوا إمتى ما بدهم، تغيير هذا الروتين كيف تنصحينا؟ هي نحن وياهم هلا عم نحاول نتعود. هلا أنا بقول لهم الكلمة دائما، انه بيدوروا انه نحن شو الشيء اللي بدنا نعمله، بقول لهم الكلمه كيف ما كنتوا تقولوا انه خايفين ولا تقوم تمرض تيتا ولا قوم انا كذا او انتبه ما طلع حرارتك او هيك، نفسها بدلهم هدول الكلمات بكلمات ايجابيه، انه انت اذا رحت على المدرسه واخذت هالمسافه مع رفقاتك، اذا كنتوا واقفين على البوفيه بدكم تشتروا خذ هاي المسافه، ما تدفش، ما تحاول تستعار اشياء من حدا، احتفظ بغراضك بطريقه كثير سلسه ولطيفه. الكمامه اذا كانت وقت اوكي معلش افضل تقعد باقي النهار بلاها، ولا تتوتر تحطها وسخه من الارض صغيره من رفيقك كمان تماما ولا تستعرق او لونه احلى. فهي التفاصيل لما انا بقلب هالكلمات بطريقه لطيفه وباسلوب حياه، هذا رح ينتقل له ورح عن جد حيتقيد فيه، ما حيكون في شيء بظهر الام انه يلا ما شافتني رح اقيمها، يلا حامرق ما حغسل ايدي. فهي التفاصيل لا خليها تكون عاديه ونقاش مفتوح بالكلمه مع الاطفال. اكيد بنتمنى يا رب يكون الكل استفاد من هاي النصائح ونكون عم نعطي هيك معلومه مفيده بهي الاوقات. شكرا لوجودك رندا معنا. شكرا لكم. شكرا لك مره ثانيه رندا، وتحيتنا لكل الامهات اللي عليهم عبء كثير كبير، لكل الاهالي والكادر التدريسي. ضلوا بخير. شكرا لك. لهون وصلنا لختام صباحنا فرح. اكيد بتمنى لك بقيه نهار كثير حلو سلمى، ولكل الاهالي اليوم يلي بلشوا عامهم الجديد مع اولادهم، بدي اتمنى لكم كل التوفيق بهذا العام، يكون مليء بالصحه والعافيه. وبكره بدنا نقول موعدنا مع ضيوف جداد وضيوف جداد، تبقوا بالف خير. أكيد أتمنى لك بقية نهار سعيد فرح، ولكل مشاهدي الأخبارية السورية، وأكيد الصحة والعافية. اليوم خطوات مهمة جدا اتخذت هي العودة للمدارس، جزء كبير من هي العودة كان على وزارة التربية، والجزء الأكبر علينا بالبيت وعلى توعيتنا من أجل حماية نفسنا مثل ما بنقول، الوقاية ثم الوقاية. ضلوا بألف خير وباي باي.